بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم، مرحبا جديدة. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، بادئ ذي بدء نود أن نوجه عناية حضرتكم إلى أن برنامج الوعد الحق سوف يتغير موعد إذاعته بعد منتصف الليل ليكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات في كل ليل، وتعاد إذاعته في الساعة 10:30 من صباح اليوم التالي. نعم فضل الشيخ. يعني بدلا من الموعد القديم هو الساعة 2:45 بتوقيت الإمارات، يذاع برنامج الوعد الحق في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في تمام 10:30 من صباح اليوم التالي. وبخصوص إذاعة البرنامج بعد شهر رمضان الفضيل، أيضا نعطي لحضرتكم الآن رقم فاكس ورقم إيميل بريد إلكتروني لتعبروا لنا عن المواعيد التي تناسبكم بخصوص هذا البرنامج، وهو براق رقم 00971656619. البريد الإلكتروني وعد wad@sharjatv.ae. الزميل خضر عبد المطلب يتفضل الآن بكتابتهم على الشاشة. ومرحبا بفضلاتكم فضلات الشيخ في هذه الحلقة. سوف ندلف أكثر وأكثر من الوعد الحق، ما زلنا مع أول المنازل الجزء الثالث. نتحدث الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعلم فضيلتكم حول عذاب القبر ونعيمه وإثبات ذلك من القرآن والسنة وموجبات عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر إن شاء الله. اللهم نجينا وإياكم والمستمعين جميعا يا رب. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية ومستمع إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة على موجة رقم 94.4، نواصل بعد هذا الفاصل الوعد الحق، كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير قصة نجاح. تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، برج الأميرة أطول برج في الشارقة، مشاريع الدانة في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، مدينة السلام في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، والعديد من المشاريع المميزة. تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ونود التركيز على أن موعد إذاعة البرنامج على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الشارقة وإذاعة الشارقة FM 94.4 في موعده كما هو الساعة 4:30 عصر بتوقيت الإمارات. وما تغير فقط هو موعد إعادة البرنامج، كان في الساعة 2:15 بعد منتصف الليل وأصبح في تمام الساعة 1:00 لنقل صلاة التهجد من المملكة العربية السعودية. نفعنا الله تبارك وتعالى بهذا العلم وإياكم إن شاء الله. مرحبا بفضلاتكم فضيلة الشيخ مرة ثانية. واليوم نتحدث عن أول المنازل الجزء الثالث فيها، وهي عذاب القبر. قبل أن ندلف إلى القضية، يطيب لنا، هنالك من ينكر هذه القضية برمتها،
فكيف نرد عليه ونثبت عذاب القبر أو نعيم القبر أيضا للصالح والطالح؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيين. وحيان على النبي. نعم. الكتاب والحكمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. السنة. السنة المفسرة لكتاب الله. نعم. يعني الله عز وجل أمرني وأمرنا الجميع بالصلاة. فأقيموا الصلاة. لكن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح 2، هذا ما عرفناه إلا من فم الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. آت الزكاة ما عرفنا الأنصبة 2.5% وهذه 5% وهذه 10% وهذه 20%، فما عرفناها إلا من الحكمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وحي يوحى. والحكمة للأنبياء وحي. نعم. يعني مهم الرسالة المحمدية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. والكلام الذي ورد منه وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا. يعني فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه يعني إذن مسلمات. مسلمات يرضى عنكم يا رب. لما تقرأ مثلا في أول سورة في أول نص من سورة الأنعام. نعم. لكي نقول للناس أنه ورد في الكتاب والسنة أن عذاب القبر ونعيمه واردان، كلاهما وارد. نعم. في الكتاب والسنة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. اليوم، ما اليوم؟ في القبر يوم الوفاة. اليوم مجرد ان سبحان بما يعني عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. نعم. يعني بما كانوا يقولون على الله غير الحق اليوم الملائكة وهي تنزع الروح تقول للمتوفى هذا الذي اجرى في حق لا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذا نص. نعم. واضح المعارف. نعم. اليوم سبحان الله. الامر الثاني كما وضحنا من قبل عن فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية يوم القيامة، خاص بيوم القيامة ويوم القيامة مرحلة أخرى. صحيح. يبقى النار يعرضون عليه إذا هو روضة أو حفرة. تمام. طيب. النص الثالث ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة. العذاب الأدنى هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر عذاب القيامة. نعم. هذا نص. نعم. سبحانه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون عذاب يوم القيامة. سورة الطور على أساس ما قبلها كان يتكلم عن الآخرة. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. نعم. سورة الطور ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه نصوص قرآنية واضحة الدلالة على عذاب القبر. بعدين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذابنا. بلا شك. بلا شك. سنعذبهم مرتين أيضا بالقبر. نفس القضية. الدنيا القبر ثم يردون إلى عذابنا العذاب الأساسي والعياذ بالله رب العالمين. نعم. تعال إلى من السنة. تعال إلى السنة. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر. أو استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا نص في البخاري. نعم. عندك بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. هذا أيضا نص. يمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوأ على قبرين يقول يعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. هذا نص. صحيح. وقطع قسم الجريدة هكذا وضعها قال لعل الله أن يخفف عنهما من عذاب القبر ما لم ييبس يعني ما لم تجف هذه الجريدة الخضراء. نعم. يسير بجوار عبد الرحمن بن عوف جنب قبر قال أف لك أف لك قال ابن عوف ألي يا رسول الله قال لا لصاحب هذا القبر لو رأيته وقد اشتعل عليه القبر نارا من أجل شملة قد غلها دون وجه حق من أجلي شملة قد غلها شال أو نعم. يعني قطعة قماش حتى سبحان الله غلها. وكان هذا جندي في المعركة وهذا من حقه لكنه أخذها بدون إذن القائد فاشتعل عليه قبر نار. سبحان الله. هذه كلها نصوص تثبت عذاب القبر من أجلي
شملة قد غلها دون وجه حق. غلها بمعنى اغتصبها سرقها يعني. هذا سرق، الله يرضى عليك. هدايا العمال غلول، تقول له صاحبها والعياذ بالله في، نعم، في النار والعياذ بالله. هذه نصوص تثبت عذاب القبر واضحة المعالم. لا نصوص في نعيم القبر؟ في نصوص في نعيم القبر، سوف نأتي لمنجيات عذاب القبر. هذه نصوص في نعيم. هذا عذاب القبر هو العذاب الأدنى، نعم، يعني أقل من عذاب يوم القيامة. أم هو صور أقل منه؟ أقل 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 أقل، يعني ليس هو عذاب يوم القيامة. لا 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 لا، مختلف. عذاب يوم القيامة شيء، والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر. لا، أود أن أصل مثلا من يعذب بشيء في القبر يعذب به، يعني مثلا ذكرنا في الحلقة الفائتة الكذاب كان يدخل الملك كلوبا في 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 يعذب في القبر ويعذب في الآخرة، وهذا نفس عذابه في الآخرة. في ذنوب تعذب يعذب صاحبها في القبر فقط، وفي ذنوب يعذب في القبر وفي الآخرة. يعني هذا الذي كان لا يستبرئ من بوله عذابه مستمر في القبر وفي الآخرة. لماذا؟ لأن صلاته كلها باطلة. لا، صورة العذاب فضيلة الشيخ، صور العذاب نفسها، صور العذاب هي في القبر، هي في الآخرة، أن تتغير في الآخرة. والعياذ بالله أشد، الآخرة أشد. هذه صورة مصغرة من عذاب النار، ولكنها هي يعني نفس الصورة. نفس الكلوب، نفس الحرق، نفس كذا، بشكلية وبطريقة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. إذا عذاب القبر لا يسقط عذاب الآخرة؟ لا 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 يسقط، إلا بعضا من المسلمين الذين جعل الله فتنتهم في عذاب القبر، فجعل بقية ذنوبه أن يعني قال صلى الله عليه وسلم: جل عذاب أمتي في قبورها. جل عذاب أمتي في قبورها، نعم، بمعنى يعني اغلب عذاب امه الاسلام يعني، نعم، المسلمين داخل القبر، وينتهي الامر على هذا الفضل، ونعذب في يوم القيامه بفضل الله لبعض الناس الذين عليهم بعض التبعات. يعني هذا يجعلنا نسال سؤال: هل عذاب القبر ينقص من الذنوب؟ مش مساله ينقص، هو عليه عذاب معين نتيجه كسله او تكاسله عن بعض الطاعات المعينه او اكتسابه بعض الاثام المعينه، فياخذ عذاب في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعذب مرة أخرى، يخرج يوم القيامة طاهرا. في بعض الناس هكذا، جل هذه بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال، أسألك أنا سؤال بوجه آخر، هل يعذب الكافر في القبر؟ هذه يعني تزول الإشكالية هنا. الكفار والأمم السابقة الله عز وجل لما كان ينتقم منهم والعياذ بالله أو يعذبهم، يعذب عذاب كوني بطوفان، سبحان الله، هذا منع بنزول النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام هذا، نعم، وظل ايه، وظل يعني بقيه امه محمد تعذب في قبورها فقط. اما الاخر فهو عذاب مستمر والعياذ بالله رب العالمين في القبر وما بعد القبر، لانها مرحله تعذيب منذ وهو في حياته، منذ موته وهو في حياته، بالظبط، والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلام يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الاخره الا في عند مخصص عند بعض الناس، يعني. نعم نعم، ولا يخفف من السيئات. شوف محمد، احنا القضيه لا نهتم بهذا، احنا نهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر. صح، سناتي بس، ولكن نود ان نستجلي وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه. نعم. كيف تحدثت في هذه النقطه؟ نعم نعم، نعم. في عالم البرزخ هل تتلاقى الارواح؟ اولا يعني اخص لك كيف تتلاقى الارواح بين الاموات بعضهم مع بعض، وبين الاموات مع الاحياء، يعني يعني المتوفى هل هو يشعر ان محمد خالد يحدث الشيخ الان يعني هذا امر، ثم ثم ان هل المتوفى يلتقي بالمتوفى، ومن يلتقي ومن لا يلتقي. نقص بعض ما ورد. ابو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، نعم، كان كل دعاء يقول: اللهم لا تجعلني اعمل عملا اخزى به امام ابن خالي عبد الله بن ابي رواحه. ابن رواحه شهيد مؤت، نعم. ام الدرداء تعجب، تقول: ابا الدرداء في كل صلاه اسمعك تقول هذا الدعاء. قال: يا ام الدرداء، ان الميت لا يخزى بعمل الحي. الله اكبر. اثبت هذا رواحه نفسه، ابن عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنهما. رواحه قال: كلما صنعت خيرا وجدت ابي مبتسما في الرؤيا. يقول: جزاك الله خيرا يا بني، لقد
شرفتني بين اهل القبور اليوم. ادي ابنه ولدي يصلي يصوم يحفظ القران مستقيم. واذا صدرت مني هنا يعني شيء بسيط خالص كده، رايت ابي في الرؤيا عاضا على اصبعه يقول يا بني اخزيتني بين اهل القبور، والله لم استطع ان اقابل اخواني اليوم. هذا اثنان من كبار الصحابه، عوف بن مالك والصعب بن جسامه، تعاهدا، كانوا متاخرين في الله، كان واحد انصاري واحد من المهاجرين، فتعاهدا قالوا اللي يموت قبل الثاني وان كان في مقدره انه يجيله يطمنه يبقى خير. مات الصعب بن جسامه، فجاءه اخوه بعد سنه قال يا صعب انتظرك منذ عام، قال ان الامر ليس بايدينا، ان ارواحنا بيد الله، ان شاء اطلقها وان شاء امسكها، زي النوم بالضبط. نعم زي النوم بالضبط. قال هل تشعرون بنا؟ قال بلى. نعم زي بلى. قال وما الدليل؟ فقال فنظرت فاذا بقعه سوداء في رقبته، فيعني يبدو ان شكلها مش مريح. فاخذ عوف قال ما هذه؟ قال دناني، عشرة دنانير لجار اليهودي كانت دينا وكنت انوي ان اسددها له، فقبضت ليلتها. الله اكبر. قال وهل يدري ابناؤك بهذا؟ قال كلا، انما هي اذا زرتني في بيتي سوف تجد في الطاقة الفلانية فوقها حجر. قالوا هل تشعر بابنائك؟ قال نعم، لقد ذهبوا الى جدهم في قبيلة كذا فغابت القطة، فظنوا ان الجيران قد سرقوها، الجيران اليهود سرقوا القطة، ولكن القطة ماتت ومحشورة في المكان الفلاني في البيت. وابنات الصغرى عندها 6 سنوات اصابتها الحمى وسوف تحل عندنا بعد 6 ايام. عوف الملك صحي من اول الصحابة، عوف الملك صحي من النوم وذهب واخذ زوجته طبعا وراحوا يزوروا الارملة ام زوجة اخيه. اول ما شافتهم بكت، هكذا يصنع الاخوان بابناء اخوانهم بعد الموت، عتبت يعني كيف حالك؟ قال بخير حال الحمد لله. قال اتأذني لي ان ارى هذا الذي في هذا الطاق، فتح دي الطاقة للشباك هذا الصغير. رفع الحجر دي 10 دنانير موضوعين في كيس، اخذهم وراح طرق على جار اليهودي. قال له خذ هذا دين الصعب عندك. قال ما الذي ادراك؟ قال جاءني في الرؤيا. قال الذي بعث موسى بالحق نبيا ما يدري بهذا الا انا. قال الله قد جاء فخبرني خذ هذه، لقد حبسته في قبره سنه. والقطه طلعت مضبوطه الموضوع، باين البنت فلانه تلعب تعارف، فوضع يدها على وجدها اصابتها الحمى. قال اصبري واحتسب. قالت يا رجل جئت لتزورنا ام جئت لتعزينا؟ فانتظر، في اليوم السادس حلت البنت عند ابيها. هذا لقاء الاموات بالاحياء. هذا وارد. نعم. يعني وقصص كثير. صحيح. لقاء الاموات بالاموات، الارواح نفسها. ولكن معذرة في لقاء الاموات بالاحياء. مسألة علم الغيب. يعني هو ربما يعلم انه الاموال في كذا لانه هو وضعها. نعم. اما ابنته ستتوفى بعد سنة. هو صار لا هو صار ميتا، فعلم الغيب عنده هو ليس عنده زمن. والزمن لا ينفعه. يعني يعلم الغيب الخاص به؟ يعني وهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه لا في كثير ولا قليل. لكن قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وانا على قيد الحياه. لو أعلم انا الغيب. اتحدث تحديدا في موضوع ابنته. نعم. كيف علم انها ستذهب اليه بعد 6 ايام؟ يعني ربما يعني هذا من علم الله عز وجل. نعم. يعلم الارواح؟ هذا طبعا الارواح خلاص انطلقت من الجسم المعتم. انت اذا شفت روحك تقع الرؤيا عندك كفرق الصبح. كما كان الصحابه. سبحان الله. الروح تخف، ايه اللي يخلي الروح لا ترى؟ ها؟ الجزء المعتم اللي فيها. الدخن. لا يا ريت الدخن، ده مش دخنه بس. الجزء الشديد الظلمه اللي هو الجزء الترابي، الاهاب الترابي حجز الاهاب النوراني. فلما شف وتخلص الاهاب النوراني من الاهاب او من الجلد الترابي، الاهاب الترابي، خلاص راى ما لا يرى الانسان. يعني بهذا المنطق. نعم. يعني. نعم.
تواصل أرواح الموتى مع بعضهم البعض. الموتى مع بعض يجتمعون كما نجتمع نحن. أين؟ في عالم الأرواح. أين الله أعلم. لكن يجتمعوا. سجلين مثلا أم في 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 روضة في روضات في خير، لأنه أصلا في روضة. سواء خير أو شر. لا. لا 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 لا. الصالح فقط. المؤمنون فقط هم الذين يجتمعون، أما الآخر فمشغول بأمه الهاوية كما قلنا، هو واحد خلاص منفرد. والعياذ بالله وحده، كما يعيش الغرب الان كل واحد جزيره منعزله. لكن المؤمنون كما كانوا يجتمعون في صلوات الجماعه، في المناسبات، في الاعياد، في الجنائز، في الولائم، في الخير، في مجلس العلم، في المحبه، في اغاثه المنكوبين، كل ده المسلم في العقيقه، في الوكيره، في الوليمه، فربنا يجمعهم لا يمنعهم. نعم. حتى في الجنه نفس القضيه، هيجتمعوا بنفس القضيه. صحيح. نعم صحيح. نعم نعم بلى. اذا تتلاقى. تتلاقى طبعا. تتلاقى الارواح. نعم نعم. نعم. هذه الأرواح التي تتلاقى بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأموات، هل تموت الأرواح كما تموت الأبدان؟ طبعا العلماء على رأيين في هذه المسألة، أن كل نفس ذائقة الموت، ولا بد أن الروح تموت. كل نفس مقصود بها الأرواح؟ الروح مع الجسد. النفس الروح مع الجسد. يا أيها النفس المطمئنة أخرج، اقتلوا أنفسكم. يعني ارجع إلى. فالنفس تطلق على كليهما. لكن نعم. لكن لكن الروح لما بتنطلق من الـ من الـ من الجسد، لا هذه هي حاله موت للجسد، يبقى كده خلاص ماتت. ما هو ما الروح مع الجسد، الروح مع الجسد فانفصلت عنه، انفصلت عن ما قيمه الجسد، لا شيء، خلاص يبقى الموت حدث للايه، للجسد، الجسد المتحرك. صحيح. لكن الروح من امر ربي فيتطير في الملكوت، وان زي بالضبط ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خلاص لا تظن أنهم إيه وإيه الفرحين، فرحين بما أتاهم، إذا بيفرح هو. هذا للأرواح أم الأرواح الأبدان؟ لأنه الشهداء لهم حالة خاصة، والأرواح تعيش عند الله عز وجل، الأرواح تعيش إما منعمة أو معذبة، لكن البدن هو الذي قضي عليه بالموت، الأبدان قضيت عليها بالموت، لكن الروح تعيش عند الله عز وجل. واذا تفسير قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت، نعم، يبقى خاص بالبدن. تمام. بالبدن. بلعب. الارواح لا تموت. طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح ام على الجسد ام على كليهما؟ على الروح، لان الجسد لا قيمه له. الجسد زي ما انت ذكرت من قبل، تفتت جسد انسان في طائره، في قنبله، في زلزال، ما قيمه الجسد؟ الجسد بعد مده. طب عذب. الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب على الخلق. أقول لك شو إيه اللي يحصل للجسد نفسه بقى؟ تعالى أنت جيت لحتة مهمة. نعم. الجسد إحنا سبناه ومشينا. طيب. بعد أربعة أيام يتحلل. لا. تسيل الحدقتان الأول. العين دي المائية تسيل. نعم. خلاص؟ بعد 11 يوما تظهر بقع بنية على الجسم وداكنة على الجسم. بعد اسبوعين يبدا انتفاخ الجسم. بعد اسبوعين تظهر ديدان لا يعلم عددها الا الله، من اين تظهر هذه الديدان؟ تبدا في اكل اللحم. نعم. فلا يبقى منه الا العظم. الذنب. عجب الذنب. عجب الذنب، اخر العصعص، خلاص؟ نعم. بعد ما تنتهي الديدان من اكل الجسد تاكل بعضها بعض. ياكل بعضها وتختفي. تمام؟ الأغرب من الخيال، هذا متوفى عادي وهذا شهيد في قبر واحد، الديدان تأكل هذا والديدان لا تقترب من هذا، من الذي أعلم الديدان أن هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟ الله. ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كفى ببرق السيوف حوله فتنة. انت عايز يفتن مرتين؟ هو فتن لما شاف السيف مات، شاف برق السيف، الموضوع مرعب مرعب. مش الراجل لما حفروا له الكفن امام الامير وشهروا السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. قال ده شيء يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد واسمه احمد يقول اسمي محمود، او يعني لا اسم لي. صحيح. فالقضيه ان القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد.
فيستثنى منه الشهيد. طب حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كذا 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 ياتي ملكان فيجلسانه. يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس. ليس هنا عذاب الا على في الاول. هذا يجلس في السؤال. في السؤال. مش بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم. يحدث لكن على الروح. تماما. قولا واحدا. نعم ان شاء الله. طب معذرة يعني ربما يتساءل بعض المشاهدين وأنا منهم، من أين عرفتم أنه تسيل الحدقة العين وتظهر بقع بنية داكنة وينتفخ الجسد ويأتي الدود ويأكل؟ علماء البيولوجي، علماء الأحياء قالوا هذا. ليس أي عالم في التشريح عالم يقول لك نفس التعبير. تركوا جثة أم ده في القبر، نصف حالة في القبر على خاصة في القبر. الله نفس القضية، هم متخيلين الجسد يعني علميا أين يذهب علميا بالتحليل العلمي. هذا تحليل علمي. آه لم يرد في اثر او لا لا تحليل علمي. تحليل علمي من مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا. نعم. طب الاعمال الصالحه التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله اكبر. ياتي الملكان لحسابه فتقف الصلاه عند راسه. الصلاه التي كان يصليها. لا اوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحج عنه. جميل. روح ينحت فمه. يأتي القرآن يقول لا لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا اوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة، لا اوتى من قبلي. يروح عن يساره يجي الحج، لا اوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا اوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالاعمال الصالحه تحج عن المؤمن. الله مش الناس الكبار بيجيبوا حراسه حواليهم باموال؟ هذه الحراسه. هات انت حراسه في الدنيا تحرسك في القبر. صحيح. انقطع عمله الا من ثلاث. هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا. هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو يعني الصلاة عند الرأس؟ نعم يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم أن الأعمال الصالحة تدافع وتذود عنه. لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من يعني من الأشياء التي يجب أن يراعيها الإنسان. فلنكثر من هذه الأعمال. بلا شك. بلا شك. وهذا هو المطلوب من كلام عن الوعد الحق. يعني أنا صحيح. أنا ما زلت أخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضيلتك. لأن أنت عندما تبكي ويبكي المشاهدون طبعا مش هنكمل كده. احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا باذن الله. طيب. طب يعني معذره نعود بعد الاعمال الصالحه الى عذاب القبر مره اخرى. ما هي موجبات عذاب القبر؟ كم موجبه موجبات عذاب القبر؟ انا جمعت تقريبا من الاحاديث ما يربو على 35 يعني عذابا من نوع من العذاب. تعالوا ما هي الموجبات؟ أول شيء كما قلنا الأربعة التي ذكرنا من قبل اللي هو في الحلقة السابقة، الكذاب والذي لا يعمل بكتاب الله. نعم. وبعدين تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله مرتكب الفواحش، وبعدين الربا. نعم. تمام. طيب. نعم. تحدثنا منذ قليل عن كان أحدهم لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. هذا أيضا من ضمن موجبات عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. النميمة. نعم. انظر في نقطة خطيرة. ده ما كان لا كان لا يستبري من بوله، كان لا ينظم محل البول جيدا في اثناء الاستنجاء قبل الوضوء. فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مقدمات الصلاة لسه. مش من شروط صحة الصلاة طهارة البدن. صحيح. طهارة الثوب. طهارة المكان. صح. طب هو مجرد طهارة البدن عدم طهارة البدن فقط، فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مصيبة. مأساة. لا دي مصيبة كبيرة. مأساة. سبحان الله. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاغته صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. سبحان الله. طيب. وبعدين والعياذ بالله رب العالمين المتثاقل عن الصلاة. نعم. التي تثاقل صلاة رأسه عن الصلاة المكتوبة. ثم مانعوا الزكاة. يقول لك يا فلان انت عليك زكاة 1000، يقول لك كفاية 500. بعد الزكاة 200 يقول لك كفاية 50. مانعوا الزكاة. لا يخرجها كما هي. ده عذابه في القبر وفي الآخر أيضا. نعم. سبحان الله. طيب. ثم خطباء الفتنة. بمعنى؟ الناس اللي يعملوا شوشرة في البلاد، واحد صحفي يثير أزمة في دولة سبحان الله، يخوض في جماعة من جماعات المسلمين
سبحان الله يخلي الناس سبحان الله تعمل مشكله في في اي شخص يثير الفتنه, يثير أي, الفتنة. اي فتنه الناس هادئه في حالها سبحان الله العظيم. الفتنه الله. نائمه هذا الله من ايقظها هدى هذا الله من ايقظها بلاش اللعنه طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الله من ايقظها ثم آكل. أليس هذا بحديث الفتنة نائمة لا عمر؟ لا 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 ليس حديثا هذا في الأثر. نعم. ثم آكل أموال اليتامى. سلم يا رب. عارف يعني آكل أموال اليتامى؟ نعم. الله يرضى عن عمر راح حضر احتضار صحابي فخرجت روح الصحابي قام عمر أطفى المسرجة قال يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت أتريدون أن تطعمون نارا في أجواتنا يوم القيامة؟ إلى هذه الدرجة؟ في صواوين عزاء محمد ابن في بلاد ها؟ في سرادقات عزاء في بلاد الراجل مات بألفات أولا النعي في الجريدة الصفحة في الجريدة تقريبا أظن بمئة ألف أرقام خيرية طبعا ولك أنت أنت رجل إعلام وعارف يعني الأمر الأول وبعدين يجي الجماعة اللي يسموهم المقرئين هؤلاء كبار المقرئين والعياذ بالله رب العالمين هذا ما أنزل الله به من سلطان أصلا نهائي مال كيف نعزي هو لازم نعزي بشيء بشيء أذكر يعني حتى حتى نتعلم حينما نموت نوصي أولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معاد للعزاء أصلا ده أساسا من يعني. أين جاءت هذه البدع لا المسلمون والعياذ بالله أصحاب البدع هم كلاب وأهل جهنم أصحاب البدع هم كلاب أهل جهنم هكذا روى في الحديث سلام. تنبح على أهل النار وتخمشه سبحان الله العزم. أنا مات الميت خلاص توفى المتوفى نعم. خلاص نرجع طبعا إما أن نجلس في المسجد ويأتي العلماء يكلمون عن الموت الدنيا والاستغفار سبحان الله رقائق عندما كان يموت لنا هكذا في العائلة كنا هذا ما كنا نصنع يأتي العلماء وكل عالم ياخذ 10 دقائق يبقى درس حلم لكل الاتي صحيح لكن منظره كذابه قاعد والثاني قاعد يقرا القران وبعدين قاعد هو يدردش مع جاره ولا ترفعوا اصواتهم اولا الشيخ القارئ هذا ويفرقون السجائر والدخان وكذا ده ناهيك عن المصائب دي انا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه جاء فقرا نعم واخذ اجرا خلاص نعم. أجره له بعدما اتفق عليه يعني أخذ أجره خلاص انتهى الموضوع قضي الأمر نعم طيب ويبقى أخذ أجر قراءته طيب يعني خلاص ذهب بأجره لابد أن نركز لا ذهب بأجره ذهب بأجره خلاص انتهى الموضوع طيب وصلت الرسالة وأنا كصاحب عزاء وكل شوية أقف أسلم على الداخلي أنا لا سمعت القرآن ولا أحسنه ولا هم ايضا سمعوا القران ولا هم سمعوا القران والرجل جاء ليقرا ايتين عشان ياخذ ثمن القراءه لا ثواب في هذا كله ثم كل هذه المصاريف يجي الخال او العم يقول الارمله ايه ام اليتامى من الورثه دول الجنازه 300,000 كل من حضر وشرب شايا او قهوه او ماء سبحان الله العظيم وجلس في هذا النور وما لي عمر طفى المسرجه ليه؟ يأخذ ذنبه يا مؤمن أنا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم واليتيم قال لي خذ روح اقعد على الكرسي لا يا أخي ما ذنبي يا ناس لازم لابد أن نعود إلى الحلال هو ليه الرحمة مش راضية تنزل عطاء ابن رباح يقول والله أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر ده كان في عصر التابعين سبحان الله وأنتم تستبطئوا المطر ما ينزلش أنا بقول ليه الحجر ما ينزلش في عصر التابعين ليس العجب ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن الأعجب في من نجا كيف نجا صح فكل هذه موبقات العزاء يعني آكل أموال اليتامى تبدأ من لحظة من هذه اللحظة عائلهم من هذه اللحظة من هذه اللحظة جميل يعني تمام وبعدين تعال يا سيدي للمغتاب المغتاب سبحان الله ثم أتبع بها من يمزقون أعراض الناس مهمته انه يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله يشتمون العرض يعني يشتمون العرض والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها اللي هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون اذن او دون وجه حق يعني الورقه هذه نعم اذا اخذها من العمل دون وجه حق هذه الشملة الورقه هذه ناخذها تخليص حق
يعني لا يعطونني حقا فأخذ أنا أكمله بطريقة الخاصة. أنت بينك وبينهم عقد ما أعطونه إلا فاترك المكان وولي. هاتف المصلحة حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية. السيارة التي توصلك للعمل لا توصل بها أبنائك للمدرسة وهكذا. لا توصل أبناء المدرسة طبعا. سبحان الله طبعا. السيارات تركض تحت البيوت. شو يعني الحلال يا ابن بيت يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجاه إلى آخره. إذا قيل له للمؤسسة إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك ولأسرتك كان بها، أما لك تأتي بك من العمل وترجعك إلى البيت ومدير المؤسسة يرى ويسكت. يا مؤمن يعني إحنا ما الله عز وجل هو الرقيب. أنا مدير مؤسسة بدا مدير مش مؤسسة يعني حتى تنحصر القضية. يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به، والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين وبالتالي رئاسة الشعب وبالتالي رئاسة كذا. إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله، ابن حزم قال الأندلسي الأندلسي مذهب الظاهرية وما شاء الله عليه. نعم ما شاء الله في كثير من الأمور. يقول على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل، طيب، وبدابة توصله إلى العمل إن لم تكن له دابة. جميل. ويزوجه إن لم يكن متزوجا، ويأتي له بمسكن إن لم يكن له مسكن. الله جميل هذا المذهب. طبعا إن شاء الله. هذا مذهب ابن حزم. جميل. دعنا نزل على ابن حزم. سبحان الله. نعم. طب إذا لم يقم يعني معذرة حتى تتم الفائدة في هذه النقطة، إذا لم يقم رب العمل بتوفير هذه النقاط للذي يعمل لديه، هل يجوز له الحق ويخول نفسه في أخذ أشياء من المؤسسة عوضا عما فاته؟ أبدا. هذا نصاب حرام لص سارق مغتل يغل الشمع. نعم تمام. معذرة نتوقف لحظة واحدة. تفضل. مشاهدينا نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير قصة نجاح تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي، أطول برج سكني في العالم، برج الأميرة أطول برج في الشارقة، مشاريع الدانا في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، مدينة السلام في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، والعديد من المشاريع المميزة. تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى، ونستكمل المسيرة مع موجبات عذاب القبر. الداعي للبدعة. الداعي للبدعة. غير من يقذ الفتنة. الداعي للبدعة يعمل بدعة. والعياذ بالله رب العالمين. ثم آكل الرشوة. ما هي البدعة مولانا؟ البدعة كل إنسان يأتي بشيء من عنده ليضيفه لهذا الدين الحنيف فقط. كل من يعني متصل بالدين فقط. الدين فقط. البدع في العبادات وليس في العادات. يعني عادة أن تلبس بدلة كذا، أن تلبس قميص، تلبس جبة، تلبس لا يقال علينا مبتدعين الآن. لا 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 من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه ستر العورة، بس باب ستر العورة، ما فيش حاجة اسمها باب اللبس. ولا كان الرسول يلبس بدلة فكان أنا مبتدع في الدين. لا 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 يعني هذه يعني لا هذه لا, يعني لا يطلق على لفظ مبتدع. لا لا لا, لا هذه عادات. هذه أن تأكل بملعقة، أن تأكل بيدك، أن تأكل على الأرض، أن هذه 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 عادات وليست فيها بدعة. لا 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 تخضع للعصر والتطور والظروف. إذا البدعة في الدين. في الدين وليس في العبادة وليست في العادة. بس أن تزيد أن تنقص. وضحت الصورة. ولو حتى بالحسن. ما فيش بدعة حسنة. لا ما في. من أحدث في ديننا هذا ما ليس من. أيوة. فهو عليه رد. عرض. طيب. ما ليس منه بس طب من سنة سنة حسنة. لا السنة الحسنة ده شيء آخر. لا السنة الحسنة غير البدعة. ما فيش بدعة. يقول لك عمر ابتدع بدعة حسنة وجمع المسلمين في صلاة التراويح. لا هو أعاد المسلمين إلى ما كانوا عليه أيام رسول الله. يبقى اللفظ غلط استخدامه. لا 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 ما ابتدع. لا 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 فيش حاجة يعني السنة غير البدعة. السنة شيء واحد مثلا. من سنة سنة حسنة فأجرها وأجر من عمل. يقول أنا عايز أنشر في العالم الإسلامي كتاتيب لتحفيظ القرآن. هذه سنة حسنة. انا عايز اختار شويه دعاء صغار كده واعلمهم عشان يعرفوا عن ده هذه وهكذا. اما اذا اتصل الامر بالدين لا 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 تكون بدعه طبعا. لا زياده ولا نقص. الدين قد تم، اليوم اكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خلصت المسألة. صحيح. أغلق الباب. أما الاجتهاد فيما 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 يحدث للعلماء. من معه أدوات الاجتهاد. فقط. بس. شو كل من هب ودب. نعم. بس. طيب. آكل الرشوة. هدايا العمال غلول. محبة. ابن اللتبية. نعم. ابن اللتبية جاء بزكاة أهل اليمن. وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر أقال أن أرسل الواحد منكم يأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه؟ أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول غلول تغل صاحبها في النار يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز وضع يده على أنفه وهم يقسمون عطور وطيبة المال. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ عمر بن الخطاب لما دخل وجد رائحة طيبة. ما هذا أم كلثوم؟ قالت نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال وكان أم كلثوم أمين عليه يعني وطنت نفسها للبيع للنساء. فكسرت ووزنت فتعلق شيء بأصبعي بأصابعي فمسحته في خماري. أخذ خمارها من على رأسها يضع في الماء يضع في التراب يمرغه في التراب ويضع في الماء ويعصره ويشم لسه الرائحة موجودة يعيد الكرة بعد أن زالت الرائحة. يا أم كلثوم تريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ يا الله بقوانين عشان ما فيش حد اسمه ليه؟ هو لو مش جالس في هذا الكرسي ليه تجي له هذه الهدية؟ عمر بن عبد العزيز ما رفض الهدية محبة يعني عرفناه. أنا أتحدث بصدق يعني على رسلك كوارد على رسلك. طيب. عرفت فلانا من هذا الموقع أريد أن أعبر له عن هبي تهادى وتحابه لا أهدي تهادى ده في البيوت بينه وبينك في بيوتنا مش في العمل نذهب اليه في بيته ولا لا 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 الله لا يضحك عليه يا ابني لا يخدع رب العباد. طب سافرت وعدت واريد ان اهدي من غير المصلحه لا لا ما ما ينفع لا ما ينفع لا يجوز لا 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 يغضب انا لم اتي له بهديه ابني عمله بتاع عيد خيب كده اسمه عيد الام انت ضد عيد الام ده يا ابني عيد النيروز ده العيد ده اللي بيجلس فيه عبد البهاء على العرش المهم علينا احنا لا. مش وقته لا المدرسات والمدرسين يا الاولاد ياخذوا لهم هدايا في يوم العيد ده المدرسات ياخذوا لهم هدايا تمام هذه رشوه وتفرض على الطلبه هذه رشوه رشوه هذه رشوه هذه رشوه بس طب كيف تصير هديه؟ هديه بين الناس بعضها انا ازور خالي ازور عمي ازور صديقي ازور جاري ادخل عليه بهديه وهو يدخل عليه بهديه هذه هديه لكن عمر ما تدخل هديه وفق اطار انه يعمل في المكان الفلاني يعني اذا أخير. اذا اعطيتني فضلاتكم الان هديه تكون رشوه لا دي مش رشوه دي يا ابني ما فيش بيننا عمل يا ابن الحلال لا لا ايوه هذا ما قصدت اذا هنالك عمل بس طالما ان في بيننا وبين بعض عمل ما ينفع ما الفرق الهدية. بين الهديه والرشوه الهدية أن أعطي جاري أن أذهب أبارك لعروس ابنة أخي ابنة جاري بدون مصلحة بدون مصلحة طب والرشوة؟ الرشوة أن لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني هو أهدي لأنه يجلس في هذا المكان. عمر بن عبد العزيز لما هي تتدخل لتحديد مصلحة محددة لما رفض عمر بن عبد العزيز الهدية قال مهديها قبلها رسول الله أمير المؤمنين يعني كل شيء حرام 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 فإيه؟ قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. واحد هيدي الرسول هدية يقول له خلاص صلاة الظهر بدل ما هي أربع ركعات خليها ركعة واحدة مش ممكن مستحيل. على أن قوقص أرسل هدية ثياب وماريا القبطيسة ده هدية بين ملك ونبي دي مسألة أخرى مسألة والرسول قبل الهدية ورجع حتى الطبيب دي المقوقص الرسول هيقول له إيه؟ ما الرسول يقبل الهدية الرسول يقبل الهدية لانه لن يتنازل عن شيء من دين الله. اما انت تعطيني هديه وانا رئيسك في العمل او انا الموظف الفلاني اللي اذا قبلت الهديه ولم اسهل لك العمل لا لا اقبل غلول ايضا ايضا نعم يا الله نعم ثم الموضوع صعب اذا في العمل لابد ان ننأى بانفسنا عن هذا مطلقا القول الفصل تماما صح لا نقبل احد وبالتالي نقول للمسؤولين يعني لا تغضبوا اذا لم ياتي اليكم احد بهديه احد المسؤولين طب والمسؤول الذي ياخذ الهديه ما هذا اكل الرشوه طب الذي يعطيها هذا ما حكمه ما حكمه الراشي 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 والمرتشي والرائش اللي هو الساق اللي راح وصلها مسكين هذا الله ما.
والاخوه وصل دي اعطى دي لمحمد خالد هو راح في داهيه وكمان وما خدش شيء. طب لا المفروض لا يوصلها. لا طبعا يفصل. يفصل يا سيدي. طب فضلتك تحب اعاده صياغه المجتمع من جديد على منهج الكتاب والسنه وانا بألف من عندي وانا كاتب مسرحيه؟ لا ولكن حنانيك. لا مفيش حنانيك. الامه اذا ارادت ان ترد الى الاسلام ردا جميلا حسنا فلتعد الى منابعها الاولى. لن نصلح الا اذا عدنا الى منابعنا الاولى ابدا. قول فصل طبعا. ثم الخائن يخون الامانه. نعم. تعطيه سر يخون، تعطيه امانه يخونها والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يعني لو ممحاه، لو قلم رصاص، اي دبوس ابره يخون. ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير. سواء كانت اشياء حسيه ام اشياء معنويه. من خان حي من خان حي على الصلاه يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. بس. لا صحيح. بس. صحيح. ثم لا. المخادع الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: الذي يخدعك في اهلك ومالك. انا اتي لك بنصوص بس انا بعط عناوين. نعم. الذي المخادع الذي ايه يعني يخادعك في اهلك ومالك. تقول له: يا فلان يعني انصح ابن نصيحه يضره. يا فلان خلي بالك من كذا. ولا يذهب ليخون. يخادع. يخادع. يخادعك في المال، يضحك عليك يقول لك: هات بس المال وانا استثمره لك. القران قال: يخادعون الله والذين وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يعني يقولون غير الحقيقه. تمام. ويدعوا انه مسلمين ويدعوا انه مؤمنين وبعدين يروحوا ينقلوا الاسرار ويقولوا كده ويخفوا بجوار اليهود. هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا والعياذ بالله رب العالمين. نعم. ثم الماكر المكار. سبحان الله. يعني قال علي: انا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. انا مش مكار بس المكار ما يستطيع يضحك علي. الماكر المسلم مش المسلم لا يعرف المكر ذو وجه واحد ابدا. المكر ما هو المكر؟ اللف والدوران. سبحان الله. طب القران استخدم قال: ويمكرون ويمكر الله. نعم نعم. مكر العبد لف ودوران ومكر الله احاطة وشمول والله خير. يا سلام. يا سلام. نعم. اكل الربا سليم طبعا تكلمنا عنه من قبل. نعم. مؤذي المسلمين. واحد يؤذي المسلمين يطلع كده يقول راي مش تمام. ها يحزن المسلمين، يخوض في الصحابه رضوان الله عليهم. هذا والعياذ بالله مؤذي المسلمين. اسمه هكذا مؤذي المسلمين. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذي المسلمين. لا حول ولا قوة. واحد ماشي على جسر فلقي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك، فعمل مجهود إلى أن مزدق ثيابه لغاية ما قطع الإيه الغص. قال: أرفع الإيه الشر من طريق الأذى وعن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له: عبدي يعني رفعت الشر والأذى من طريق قطعت الشر والاذى عن طريق المسلمين، وانا اقطع عنك عليك الطريق الى النار وافتح لك طريقا الى الجنه. يا سلام. لا يستهين الانسان بعمل الخير ابدا. صحيح. نعم. والايمان بضع وسبعون شعبه. نعم. اعلاها لا اله الا الله وانها اماطه الاذى. بالضبط. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامه، يفتح السياره ويرمي قشره موز وربما تسبب في كسر الانسان يتعلق في رقبته يوم القيامه. يقول: انت كسرت رجلي. يقول: انت كسرت رجلي. لا تدخل تحت انا حر، هذا طبيعتي، هذه شخصيتي. أنا اللي ماشي بسرعه بالسياره ويجي فجاه ويعمل صوت النفير يفزع من جوال. لو فزع ووقع على الارض فكسر لازم يضمن. لا اله لازم يضمن. لا اله الا الله. سبحان الله. نعم. في قوانين الغرب للاسف، قوانين الغرب، اذا انت عملت ماء سرت بالسياره سريعه بالسياره وطرت المياه التي تحت على الارض على ثيابك انت، وجب على راكب السيارة أن ينظف الثياب اللي من طار عليه. يبقى خدوا قانوننا واحنا نايمين. سبحان الله. نعم. طيب. المتتبع عورات المسلمين. سلم يا رب. واحد من الصحابة راح دفن أخته. نعم. وبعد ما دفنها رجع اكتشف أنه وقع منه كيس النقود. فرجع حفر قبر. القبر كل ما يحفر القبر يجد سخونة في التراب القبر. سخونة إلى أن أخذ الكيس التهبت يده فخاف. نعم. رجع لأمه: ماذا كانت تصنع أختي؟
إذ كانت صوامة قوامة مطيعة لزوجها ولكن متصدقة ولكنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها تتسمع أخبارهم. اللي هو إيه جارك اللي هو إيه كان مين عندكم بالأمس مين اللي ده؟ مين خرج عندكم الساعة 10 بالليل الساعة 1 بالضبط أنتوا فتحتوا الباب وأغلقتوه كان في إيه؟ ده إن شاء الله برضو من عذاب القبر لأن ما يسبكش على راحتك. يسألك أنت فين؟ تقول له في مشوار. يعني إيه؟ فين بالضبط؟ عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع يعني عايز يرصدك زي طائرات التجسس. فمتتبع ولا تدخل تحت معرفة أخبار الجار ومشاركتي لا مش بهذا الشكل مش بهذا الشكل لا لا مش بهذا الشكل لا لا مش بهذا نعم. ثم المعين على الإثم والعدوان ربنا يقول إيه؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تمام أنا معصية الرسول تمام لا 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 أعين إنسان أن يعتدي يقول إيه؟ يا راك أن عايزين نودي فلان في داهية تيجي تروح معايا المحكمة كلمتين كلمتين بصد بس سبحان الله. سبعة من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر أخام عليهم حد قال يا أمير من تقتل سبعة في واحد قال والله لو اجتمع أهل اليمن كلهم عليه لقتلته. القانون الوضعي يقول لك لا ده اللي قتل لكن ده اللي شجع وده اللي حرض وده ياخد سنتين وده ياخد ثلاثة شوف طالما احنا بعيد عن منهج الله فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. العقوبة واحدة والقرآن يا أولادنا منو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم الملحد في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يا ساتر نذقه من عذاب. عارف الإلحاد في الحرم يعني يبدأ من إيه؟ نعم قال لك لو جت حمامة على كتفك وأنت في الحرم فهشتها هكذا فقد ألحدت في الحرم. يا الله ليه؟ لأن ومن دخله كان آمنا فأين الأمن؟ انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات ومن دخله من على العموم من والأطلاق. من 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 بني ادم غير ليس المقصود الانسان فقط لكن لما ترى الناس في ايه تتزاحم وهكذا الناس تموت اولاده بالله. ثم المقدم رايه على السنه المطهره او على كتاب الله من قبل يعني يقول لك لا 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 ولكني ارى غير ذلك على كتاب على كلام الله عز وجل او على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المتألي على الله لا 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 هذا كلام لا يعجبني هذا كلام ليس منطقيا ليس لا 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 كلمني بما افعل لا لا ده كلام مش تمام اقول لا 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 الان مش كده لا حول ولا قوه الا بالله ذهبني قال الله ولا لا انا مش مقتنع لا حول يقدم راه وذلك من ضمن الخوف من المخلوق اكثر من الخوف من الخالق وتخشى الناس والله حق أن تخشاه هذا أرض أيضا من ضمن الموجبات نعم الخوف من المخلوق أكثر من الخالق لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله سبحان الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم النائحة والمستمعة إليها هذا مجاملة في الميت معلش ما بس لما تعرف نتيجة المجاملة إيه هتسكت صحيح من ناحت على ميت ها ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها تقول الملائكة لها ادخلي إلى النار فنوحي على أهلها كما كنتم تنوحين أنت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لط صح؟ ادخلي النار ادخلي بقى نوحي براحتك بقى وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن أخذت حربة تحارب بها رب العباد أو كمن هدمت الكعبة بيديها الكعبة بيديها حديث صحيح أيوة نعم بلى هدمت الكعبة أيوة تروح ايه نص الحديث في البخاري ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود صحيح ودعا بدعوة الجاهلية يعني ايه ليس منا ليس من جماعة المسلمين لا خلاص كأنه يذكر ايه قال لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا كلام اللسان ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المرأة يعني وابعلاه وجملاه ها بيتصوت كده اللي كنت واللي كنت يا سبع يا جمال سبحانه قال تقول الملائكه لكزت الملائكه ما هو ما اوصى لم يوصي ان ما حد يصوت عليه ما حد ينوح عليه حتى يبرئ ذمته فان لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح وان برأ خلاص هو بريء لا يسأل بأخضر وان لم يبرئ يسأل بماذا يلكزه ملك ويقول ان كنت سبعها وجملها فلما اذا مت وتركتها ما دام انت السابع والجمل يعني بتموت ليه؟
ما انت كنت سبحان الله الله لا اله الا الله مساله يا اخوانا لابد من فهم الدين واعاده صياغه يعني ولك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاه ربما يخرج الانسان من شعوره. ما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر وهذا هو الصبر سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل لا هنالك خطوات اصل الوقايه خير من العلاج هو عنده ايمان عنده يقين يحضر مجالس العلميه يسمع مثل هذا البرنامج يعرف الحقائق ينصت لكن الثاني ايه ده الكلام العجيب ده انتوا الناس طلعت القمر وانتوا لسه تتكلموا يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبه هناك حتى لا تتعب نفسيا هذا بالله رب العالمين هذا بالله كلام فارغ هذا بالله رب العالمين ولذلك اين كنت يا فاطمه اين كنت يا عائشه قلنا في عزاء بني فلان قال اذهبتما معهم الى الكدى المقابر يعني قلنا كيف يا رسول نذهب وانت قد منعت يقول لو ذهبتما معهما الى الكدى ما شممتهما رائحة الجنة مقابر هذا فيه وقفة نكملها غدا ان شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا الله شكرا لك مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه اف ام 94.4 في اخر الحلقه نوجه نعت حضرتكم الى ان موعد اعاده البرنامج قد تغيرت فاصبحت في تمام الساعه الواحده بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات العربيه المتحده بدلا من الثانيه الى الربع وايمانا من اداره التلفزيون بنزولا على رغبه المشاهدين ونزولا عليها باهميه البرنامج وحيويته فقد قرروا اعادته مره ثانيه في صباح الغد في تمام الساعه 10:30 ظهرا او قبل الظهر بتوقيت الامارات حتى تعم الفائده. نلقاكم في حلقه الغد ان شاء الله تبارك وتعالى ونكمل الحوار مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.